يبعدوننا عن كل اللي واقفين. تطلع فصيلة دم أنا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه. اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصه تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما هيطلع عليه شمس تانية يا حاج. خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر. ما عرفتوش تصطادوه، دلوقتي حجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ونط في الميه وابشيته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبة مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده دم اخويا وفي رقبة العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياة امه لكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلبه سلة عشان يعرف مين براء النوح، يعرف ان انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا اخويا لا يمكنني وباص الدنيا وراها بسرعه. اجري لخلف عار. عبد الله السلامة يا خميس. الله يسلمك الله يسلمك. فاكرني؟ حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده ساعة البيع؟ بس يعني الشعر ابيضه والترقية غيرت وشك شوية. الحمد لله المرة دي جت سليمة. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. وأكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة.
وبيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه. وموته بكرامه اشرف بكتير من عيشه رخيصه. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا اخويا، محتاج الراحه والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامه اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش اكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجه يا بدران يا اخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا ورايا غيره؟ على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقه. حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقه؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. شربوا حاجه يا اولاد، جلوكوز يا جامعه. أبندينا 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 أبند
مسكرين يا رجاله نجابكم في الافراح. الغالي رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يما، طبطبي يا حبيبي يا ابني. نفضت تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خدونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة؟ انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابعك على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محني يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. عباي عباي مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالصاق. والسمة اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطلبة كاي اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله على السلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. منور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق ها؟ قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله. لا مؤاخذة. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريط وبتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم كلهم متفقين على بنوده، وأياً كان الخلاف بين أي فرد أو أي حد في المجموعة دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل، مهما اختلفت أشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص، لكن مش مستحيل. وعلشان كده إحنا هنا، والكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس أو غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. إن شاء الله يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما اسأله ليه يقول لي عشان تفتكريني وانت حضنها. انا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام،
ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. ما أنا محتاج وقت عشان أفتكر لغة الإشارة. طب خلاص خلاص خلاص، ما تزعليش خلاص، قولي لي عايزة تقولي إيه بس، واحدة واحدة. ها أدا للسجن. وأنا في السجن كنت عايش إزاي في السجن؟ آه مسجون، مسجون بين أربع حيطان يا ولداه، وسط وشوش كئيبة، إنما أيامه عدت. بقول لك ايه بقى، واحنا بقى الكلام في اللت والعجم، دي ليله سلام، دي مش ليله خميس وهتتضرب، لا دي ليله بعد 7 سنين عجاف. ولا انت ناويه بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصوره؟ ها وحشتك، يتوب علينا ربنا. صدقي وتؤمني بالله، قولي لا اله الا الله. هي دي لا اله الا الله؟ حلو، ضحكتك يا كرامه شبه كل الحاجات الحلوه اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن ايامه بتعلم الصبر، وانا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. انما خلاص ايام ولت. تلعب ريست 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 في العالمين. بس ما تخميش. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزة تكسرني وتذل نفسي. مرة حبي على راس الغندورة، والتانية حبي على ايد افندينا، والله اعلم بقى المرة الجاية هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه، زي ما اكون مجنونة ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملها مش مستاهلة. كرامتي مش مستاهلة عندك يا راجل؟ انت مش حمل ضاوية ولا حمل سمها، ولا حد في الكون ده كله حمل جزة من نبأ. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاوية تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانة المشروخة دي مش عايزة اسمعها تاني، لاني مش طايقة نفسي وممكن اهج في اي لحظة. ايه اهدي اهدي يا عبيطة، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاوية دي تتمنى تقلعي لها عين، ولا انك انت تمس خميس بكلمة واحدة. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمة راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشة في ام الخير، الله تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا، املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة افندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب. Thank you.
عرفت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره وما رجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطر؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض زي كل الناس يا اختي ما عايشه؟ لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عندي. يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة، فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاج، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاج. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمة خميس. ماشي يا حاجة، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكرة ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاجة، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاجة. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل وعدل المايل يا كريم. بالإذن حاجة. مع السلامة يا أخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. يا مطني، الزوز فين؟ ماني منكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. أشوفوا لي فاني ده. وقول للرجالة تجهز عشان في قاعدة بكرة. يلا اغفل. يا كرامة مالك؟
خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. اه ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين الساعه دي؟ بدران 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 مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ نور النور يمكن يعرفنا. نور النور يمكن يعرفنا. حاضر يا عيني يا بدران. لا اله الا الله. افندينا. ايوه يا اخي، انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولدها. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانية، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى. اثبت اثبت اثبت، بتاع اللي عمال يطلع وينزل ده. اثبت يلا. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلعتك دي. حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهره ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمر علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح. بالاماره حتى ادوني البتاعه دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانه بدران. رمانه. لبسوه وهتوب دواب جرحه كل كوسه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله اكبر. اخرس هتودينا في داهيه. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على انغام الفرقه الاسيه مع نجم الاغنيه الشعبيه اللي ضرب حجرين على الشيشه مع كوبايه ميه، النجم الفنان هوبا. ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى رمانة الميزان اللي ما بتكدبش أبدا، الراقصة اللهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة، الفنانة رمانة. اتدحرج واجري يا رمان، يا عسل بشمعه في بطرمان، موصوبة لللق وللقان. يا شوكولاتة يا محشية من كم كهربانة من جسل، بلبل مفيش ولا ايد طايلة مرضك يا طلع وسخن، أبرم برم دي بكلفي داك. استنى البلد اللي يستفى عندي، استنى البلد اللي يستفى عندي، ولعوا الحلوبة شوية عروبك والهاكو يجوى الملعوبة. هادي كل في قلبي، هادي كل في عقلي، هادي كل في قلبي، هادي كل في عقلي. نعمة عسلية المخلية جت بصيتها فيك أو فيا.
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ هو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايل لك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك والله يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقرص رجل ولا هيتشل لك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءه، ده زي الزبق. اه تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحه، ما تتاخرش عليا. غور من وشي غور. حصل يا كبير. كمان ناقص ذروه عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا تحية لمصر وابطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا والعظيمة مصر افندينا. ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو فندينا ما شاء الله. بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. والست حبل مع الشيشه. توب علينا ربنا. مع توتو والسبع ويشه. فندينا واتعملت له دخله ملوكي وترستق على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لك الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو؟ كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس. قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها. اه ولبست وماشي. الحق خرجها من الباب الوراني. ولما تسأل قولها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامرك يا برنس. خميس افندينا خرج، يعني شهر العسل جو وابتدينا التوك شو.